وعن البيان الذي أصدره المرصد العراقي لحقوق الإنسان بشأن الألغام وآثارها على العراقيين، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المتحدث باسم المرصد العراقي لحقوق أو للحقوق والحريات عادل الخزاعي. أهلا بك معنا أستاذ عادل. أهلا بك أستاذ عادل. يعني لا تزال مخلفات العمليات العسكرية تحصد ضحاياها في المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية في السنوات الأخيرة. السؤال، ما حجم المخاطر التي تشكلها مخلفات العمليات العسكرية في تلك المحافظات؟ نعم، حقيقة ملف المخلفات العسكرية والألغام بمختلف أشكالها للمناطق العراقية المنكوبة هو أزمة خطيرة جدا للغاية، وملف لم يتم معالجته إلى الآن، يعني وما زال يمثل خطر حقيقي على حياة الإنسان في تلك المناطق، حيث المتفجرات والألغام لا زالت داخل المدن، خصوصا في غرب وشمال العراق في الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، وهما النسبة الأعلى في هذه الألغام. لا زالت هذه الألغام موجودة بين المنازل والشوارع والمناطق الزراعية وتحت الأنقاض، يعني حقيقة تشكل هذه الألغام والعبوات مخاطر حقيقية على السكان وعلى العوائل التي كانت ترغب بالعودة إلى مدنها وقراها. حقيقة ضحايا الألغام إلى الآن منذ بداية العام وإلى الآن ما يقارب 20 شخص بينهم أطفال. يعني في العام الماضي كان هناك 125 ضحية، وفي عام 2020 كان هناك 73 طفل. وفي بيانات يعني للأمم المتحدة وفي تصريح يعني خطير للغاية حقيقة، دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، إن الألغام والقنابل تهدد حياة 8 مليون عراقي من إجمالي سكان العراق، وهذا يعد نسبة كبيرة جدا. الأمر لا يقف على الألغام فقط، بل يشمل المباني المستهدفة بالذخائر العنقودية التي هي الأخرى خطرها كبير على المدنيين في المناطق المنكوبة، وخطر حقيقي قائم ولا زال إلى الآن بدون معالجة. طيب، بحسب هيومن رايتس ووتش فإن الأطفال يشكلون نحو يعني نصف المصابين بقنابل عنقودية غير منفجرة. ما أثر هذه النسبة على مستقبل العراق برأيك؟ يعني لا تزال الذخائر العنقودية المحظورة بموجب الاتفاقيات الدولية تشكل تهديدا على حياة المدنيين وخصوصا الأطفال، وخصوصا إن هذا النوع من القنابل ممكن أن يستمر لفترة طويلة من الخطورة. في عام 2021-2022 سجل العراق أعلى نسبة إصابات في هذا النوع من القنابل، وهو 242 حالة إصابة أغلبهم أطفال. هذه الإصابات وحالات الموت تعود لعدم الالتزام الدولي بحظر هذا السلاح أولا، وتجاهل الحكومة العراقية بشكل عمد الإسراع بإزالة الألغام والقنابل العنقودية، وحقيقة هما المسؤولين بشكل مباشر عن هذه الحالات، يعني حالات الوفاة وحالات الإصابة، مسؤولية قانونية وإنسانية وأخلاقية، مسؤولية كاملة. كون هذا الملف من الملفات الأساسية المعوقة لعودة النازحين وسلامة. برأيك لا يوجد برأيك سيد عادل لا يوجد هناك جهود حكومية لتدارك هذه الكارثة؟ حقيقة الجهود الحكومية في إزالة هذه الألغام جهود ضئيلة ولا تناسب حجم الضرر الواقع على هذه المدن المنكوبة. الحكومة العراقية مقصرة جدا ومتقاعسة عن قيام يعني القيام بعملها، رغم وجود تخصيصات مالية دولية كبيرة في هذا الصدد، إلا أن الجهود إلى الآن لا تزال ضئيلة ولم تحقق النتائج. الحكومة العراقية رمت هذا الملف إلى وزارة البيئة، يعني ويعني التي صرح وزير البيئة بتصريح غريب للغاية إنه سيتم معالجة 80% من الألغام في عام 2028، أي بعد 6 سنوات. نعم، يعني هذا الموقف سيد عادل هل تراه مقصودا أم يعني ما الذي وراءه؟ حقيقة تكاسل الحكومة العراقية وتجاهل هكذا مسألة خطيرة للغاية تمس حياة المواطنين في تلك المدن بالذات، رغم وجود الأموال والتخصيصات والدعم الدولي، يؤشر مؤشر خطير للغاية حول نوايا الحكومة وجديتها بإزالة هذه الألغام والمقذوفات وإعادة الناس والمواطنين إلى هذه المدن. خصوصا يعني هناك تصريحات تدعم هذه النوايا الحكومية، كتصريح محافظ الموصل
نجم الجبوري الذي عام 2021 بجعل المدينة القديمة في الموصل متحف، أي تركها كما هي يعني لصعوبة بنائها. والواقع الحالي يدعم هذه التصريحات، حيث مدن بكاملها الآن يقطن تحت أنقاضها وركانها جثث مدنيين، ناهيك عن كمية المقذوفات والألغام والذخائر العنقودية التي لا زالت لم تعالج إلى هذه اللحظة منذ انتهاء الحرب مع تنظيم داعش منذ 5 سنوات. أيضا رغم مخاطبة اليونيسيف الشهر الماضي الحكومة العراقية ودعتها بصراحة إلى بذل جهود حقيقية، إلا أن دائرة شؤون الألغام ردت على البيان وتحججت بضعف التخصيصات، وهذا ما يفضح الجهد الحكومي الغير حقيقي لتوفر الأموال اللازمة من المنظمات. نعم. طبعا المنظمات الدولية والأمم المتحدة يعني أعطت أموال كافية للحكومة العراقية، وأيضا دول منحت العراق أموال يعني كثيرة لإزالة هذه الألغام والمقذوفات، إلا أن الحكومة العراقية لا زالت تماطل لأسباب مجهولة وغير حقيقية. طيب الألغام في الفترة الأخيرة كما تحدثنا تزيد من عدد القتلى بين الأهالي والأطفال، وتتسبب أيضا بإعاقات دائمة لهم. إذا كانت الجهات المعنية كما تحدثنا غير مكترثة، فهل من عناية حقيقية للضحايا بعد وقوع الكارثة؟ يعني الحكومة العراقية ووزارة الصحة العراقية هي المعنية بهذا الموضوع بشكل كبير. يعني رصدنا من خلال المرصد يعني تقصير يعني وزارة الصحة مقصرة تجاه هذه الحالات، فكان من الضروري اولا القيام بحملات توعيه من مخاطر الالغام او المقذوفات، وثانيا تبني حانات البتر والتعويض باطراف صناعيه، ولكن هذه المساله الى الان غير موجوده. اضف الى ذلك الخدمه المترديه اساسا في مستشفيات وزاره الصحه، بعض العمليات كانت تستوجب السفر من العمليات التي نتيجه الالغام تستوجب السفر الى الخارج، ولكن وزاره الصحه لم تستجب. عمليات تشوه للوجه بالحروق للاطفال لم تقم ايضا برعايه هكذا حالات. حقيقه وزاره الصحه لم تتبنى لا عمليات جراحيه خاصه ولا لاطراف ولا لبتر ولا عمليات تجميليه لاطفال تشوهوا ضحيه الالغام. بالنتيجه التجاهل وعدم الاهتمام لمثل هذه الحالات كبير، وحتى صرف الكراسي للمعاقين بصعوبه، حيث يلجأ بعض المصابين الى المنظمات المدنيه لصرف كراسي المعوقين نتيجة لتجاهل الحكومة وعدم الاهتمام بشريحة المصابين والمتضررين من جراء الألغام. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر الهاتف من اسطنبول المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات عادل الخزاعي، شكرا جزيلا لك.